السلام عليكم ورحمة الله. أنا اسمي أيت الموس الحسن، الساكن بدوار أزلم جماعة وقيادة تلوات إقليم ورزازات، ومن سكان هذا الدوار. وهذه الأرض بشهادة الساكنة، بشهادة كل الساكنة، الذكور والإناث، الرجال والنساء، الصغار والكبار، يشهدون كلهم بأن هذه الأراضي تابعة للأراضي السلالية لدواري أفدريق والبور قيادة وجماعة تلوات. وهذا النزاع حول هذه الأرض عانينا منه وما زلنا نعاني، لأن هذه القضية منذ تقريبا ما يقرب 10 سنوات وهي تروج في محاكم ورزازات. لذا قدمنا للمحكمة الموقرة وثيقة فيها ما تضم ما يزيد على 36 شاهدا، ومنهم من تجاوز عمره 80 سنة وأكثر، وكلهم يشهدون بأن هذه الأراضي تابعة للأراضي السلالية. وقدمنا للمحكمة الموقرة وثيقة تضم 12 شاهدا، وكلهم من نواب أراضي الجموع ونائب الأرض الجموع، دائما ما يصرح ويصرخ بأن هذه الأراضي تابعة للأراضي السلالية وليست ملكا لأحد. لكن مع كل الأسف محكمة الاستئناف بمرززات لم تنصفنا وحكمت الملف لصالح الذين تراموا على الأرض، لصالح الذين تراموا على الأرض. وبهذا الحكم جعلت المحكمة الموقرة هذه الأرض قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة. نعم، كيف ذلك؟ الساكنة جميعها متشبتة بأرضها، ولم تتنازل عن شبر من هذه الأرض، ضحت وما زال تضحي من أجل هذه الأرض. ولكن الطرف الثاني يقول بأن هذه الأرض أرضه، لأن المحكمة حكمت لصالحهم. للأسف كما ذكرت عندنا شهود ما يزيد على 50 أو 60 أو حتى 100 شاهد يشهدون بأن هذه الأرض تابعة للأراضي السلالية، في الحين أن الطرف الثاني عاجز على أن يأتي بشاهد واحد يشهد له بأن هذه الأرض أرضه. وهذه طامة كبرى. إذن كما قلت لكم، هذه الأرض أصبحت بعد الحكم الاستئنافي بورزازات أصبحت قنبلة موقوتة، لأن الساكنة متشبتة بأرضها والطرف الثاني يهدد بأنه سيدخل إلى الأرض بقوة وأن الحكم حكمه. ولكن ولله الحمد لنا الثقة الكاملة في القضاء، لنا ثقة كاملة في القضاء بأنه سينصفنا وستعود المياه إلى مجاريها الطبيعية. ولذا نلتمس من وزارة الداخلية، وزارة العدل، والغيورين على أمن واستقرار البلاد أن يفتحوا تحقيقا في هذه النازلة وفي هذا الموضوع. هل يعقل ونحن في القرن 21 أن يأتي شخص ببطاقته الوطنية ويبيع الأراضي أو أراضي الجموع، يبيع ما شاء وكيف ما يشاء وبالكيفية التي يشاء؟ إذن مثل هذه الأحكام تزرع اليأس في قلوب المواطنين وتجعل الناس يشكون في نزاهة واستقلالية القضاء. ولكن كما قلت لكم، لنا الثقة الكاملة بأن القضاء سينصفنا. والسلام عليكم ورحمة الله.